التور بقى، مولود التور امي بقى. الله على سنة مولود التور. يا سلام، جميلة 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 بجد. سنة جيدة إيجابية مميزة، عنده انفراجات، عنده نجاح، سنة الانطلاق. ابشروا مواليد التور. زحل من أول السنة لغاية 7/3 في الدلو المعاكس، لكن بعد من بعد 7/3 هيتنقل للحوت، وأورانوس برجه داعم. جميلة من أول 7/3 هتبتدي الدنيا تبان حلوة، ومن يعني ومن شهر ميلاده، من شهر 5 هيكتشف نفسه من اول وجديد. بس انا عايزه التور بقى ياخد باله من حاجه، من اول السنه في ناس، في كيانات في حياته كده هتطلع هتطلع هتطلع، هيتخلص يعني يعني في كائنات كان عارفها والعلاقات دي بالزبط. مثلا سلبيه فهتمشي، عارفه ان انسف مطبخك القديم، يبقى التور هينسف العلاقات القديمه، اللي ضايع الكام سنه من حياته الاخيره في وهم وانتظار حاجه مش بتيجي، هيتحقق، هيقفل صفحات وهيحسم وضعه، هينسف مطبخه القديم. بس دي هتسبب له شويه الم، يعني هو بينسف مطبخه القديم ده هيبقى موجوع عشان هم اصحابه بتوع زمان. بالظبط، برافو عليكي. فخلينا ان نقول ان بانتقال زحل للبيت ال11 للحوت ده داعم بالنسبه له، هيخلصه من اوهام على هيئه اشخاص وكيانات وهميه في حياته. هيبتدي السنه بالغربله والتحرر ورحيل الاستغلاليين من حياته، الاستغلاليين دول بيسحبوا من طاقته كتير جدا. يعني برضه ستور عنده ثوره تصحيح زي الحمل. بس سنه جميله، صحيح ان فراقه للناس دي مؤلم شويه، لانه الفتره صدق الاوهام دي وصدقهم وحبهم. فبداية النجاح بالنسبة لك يا مولود التور للسنة 2023 انك هتتمرد على الواقع وهتفوق، فعنده حالة فوقان وبناء جديد لشخصيته من اول وجديد. هيحسوا بالانفراج امتى؟ من اول فبراير بصفة عامة. المال اكتبوا التواريخ دي يا جماعة، من اول فبراير من 16/1 في تصاعد، هتنخفض الماليات قليلا من 24/3 ل 9/4. طب خلينا الاول من 16. حلو حلو، في تصاعد. هتنخفض امتى بقى؟ من 24/3 لغايه 9/4. 24/3 ل 9/4 هتنفرج تاني بقى من اخر ابريل لغايه شهر 7. عنده بقى انفراجات اخر ابريل لشهر 7، ده مده حلوه خلاص. وبعد كده من 25/8 ل 23/10 عنده فلوس تانية وانفراجات ماليه تانية. ده عظيم. انا شايفه في صراع شراكات، في صراع على ميراث، في صراع على حاجه عند مولود التور، على فلوس مشتركه في الاسره وفي العيله، في اموال مشتركه. انا عايزه بس ايه، يمشي اموره بهدوء، هياخد حقه السنه دي بس يمشيها بهدوء. مهنيا بقى، اللي بدا حاجه في 2022 هيحصد نتاج تعبه في 2023. في حركه تجاره نشيطه جدا. برضو ممكن حد من مواليد التور يترك وظيفه ويجازف، بس هيفتح حاجه احسن، شغل حر او شغل مشاريع خاصه. في تنافس او تحدي على منصب من اوائل، من اواخر 10 لاواخر 11، في منصب معين مواليد التور هيحاولوا ايه يعني. وزواج وارتباط امتى بقى؟ نشوف بقى الزواج والارتباط عند انا هم انا هركز مع التور في الصحه. طيب في عوده علاقه عند مواليد التور من شهر 3 ل 5، في ممكن عوده علاقه للمطلقين او منفصلين او المتخانقين من 3 ل 5. لكل ال 5 عوده وصلح يا تور. التور اللي متطلق او منفصل او عمل بلوك لحد، هترجعوا من 3 ل 5 او حاجه ثانيه. شهر 3 ممكن شهر 5 يكون جواز صالونات. ممكن التور من 3 ل 5 يحصل زواج صالونات بدون حب، لان في هيبقى في نضج عند التور، مش هيبقى بيمشي ورا لازم احب ولازم لا. ممكن زواج صالونات. انا شايفه ان حركه العاطفه هتبقى في حركه مد وجزر طول السنه للتور، لكن هي سنه حلوه. في بعض الخلافات ممكن تظهر من 23/7 ل 21/8، يحذروا من 23/7 ل 21/8. خلافات عاطفيه او عائليه، خلافات عاطفيه او عائليه ببرج التور. طيب تخلي بالك من صحتك امتى؟ ايوه لما يطفو، لما يطفو التكييف. هقول لك اول شهور السنه، اول شهور السنه ثاني اكتب ورا. من يوم برج التور الصحيه من 21/3 ل 21/4، من 21/3 ل 21/4 ل 21/4 ومن 23/10 ل 23/11، من 23/10 بينهم فتره كويسه 23/11. وبعد اللي عندهم حمله او ولاده ممكن يحصل فيه بعض المعاناه، اللي هيحملوا في 2023 ممكن يلاقوا بعض المعاناه في الحمل والولاده، ياخدوا بالهم. انا شايفه ان مولود التور صورتك في عيون الناس هتختلف جدا جدا، لان جابت الحلام مع صورته. انا شايفها بصراحه من احلى سنين مولود التور. في زياده لجذبيتك، وهتوصل لقلوب الناس بسهوله جدا جدا. عندك طاقه وثقه بالنفس غير معتاده. انا شايفه ان مولود التور هيكسر الدنيا، شعبيته هتزيد بشكل ملفت جدا، ونظره الناس ليه هتختلف. لو كانت الناس بصلك بصه مش قد كده. تعرف مين تور غير غيره؟ مش فاكره، مش جاي في دماغي. وهيجددوا في المهنه، انا شايفه لهم مهنتهم فيها إيه ده؟ لو ساره
ساره المخرجه بتاعتي. على فكره ساره حلوه جدا جدا. النجمه محمود قبيل. انا شايفه كمان ان يلا في تعلق. يا ساره هتقول لك اهو ان في تعلق. ده حقيقي. ان شاء الله. هياخد مجال مختلف غير اللي هو يعرفه او يمسك حاجه اضافيه في شغله، ممكن حتى شغل تطوعي او خيري، في حاجه بجانب شغلك، بس نجاح مهني هيكسر الدنيا. صداقاته هتلعب دور في حياته، هتدفعه لقدام، في صداقه هتفيدهم جدا جدا. في مفاجآت حلوة هتنتظرهم. خلينا نقول السفر اللي عايزين يسافروا 23 للطور سنة مثالية جدا جدا. حلو. هنعرف في الآخر هو مرتبته الكام في السنة، بس هي من المراتب المتقدمة بصراحة. السفر متاح جدا في العمدة، أفضل أوقات للسفر من 16/5 ل 28/9 للي عايز يسافر. 16/5 ل 28/9 برج الثور تقدر تسافر وتنبسط. 28/9 تسافر. اهم حاجه في حياتك يا مولود الثور السنه دي ان انت الاشخاص المدعيين وذوي الوجهين هيخرجوا من حياتك، وهتصادف ناس اكتر واحسن في حياتك غيرهم. الناس اللي عايزه مصلحتها وبتعرفك عشان مصلحتها انت هتكتشفهم السنه دي، وهتطلعهم بطول دراعك، هتطردهم من حياتك. صحيح ده هيحصل بألم بوجع شويه، لكنك هتحسن موقفك ومش هيكون لهم وجود في حياتك تاني. سنه حلوه المولود الثور. وعامل حسم يعني. عامل تعلق وعامل حسم حلو. انا من كتر بصراحه الكواكب اعدالهم بتسكن في مكان حلو جدا، انا مبهوره بسنه الثور ما شاء الله عليها. طيب.